اتما ديستما ازول نو بوسارو تمازيغت يوم ضاب ازولو. مرحبا بكم مرة اخرى في الفيديو الجديد اللي غادي نهضرو فيه على واحد الخرافة اخرى حول اللغة الامازيغية المعيارية. في هذا الفيديو غادي نحاول نجاوبو على السؤال ديال واش ليركام اخترع مصطلحات من الخوا ومن العدم باش يدعم بها اللغة الامازيغية المعيارية، وغادي نحاولوا نجاوبوا حتى على السؤال ديال واش اللغه الامازيغيه المعياريه ممكن انها تكون اللغه ديال تدريس العلوم. ولكن كما العاده قبل ما ندوزوا للموضوع ديال هذا الفيديو هذا، تنعاود نفكر الناس اللي ما مشتركينش في القناه تشتركوا في القناه ودعمونا بالتعليقات والاراء ديالكم، ويلاه بينا نشوفوا الموضوع ديال هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم مرة أخرى. باقي تنعقل فاش كنت في الماستر، فاش كنت نوجد البحث ديالي، كنت نوجدو على الموضوع ديال كان Arabic Translate Science، واش ممكن أن اللغة العربية ترجم لنا العلوم الدقيقة. وخلال هذا البحث هذا درت واحد الترجمة ديال بزاف ديال المقالات بالضبط اللي عندها علاقة بواحد التخصص اللي هو الكارديولوجي، يعني التخصص ديال أمراض القلب اللي فيه أصلا مشاكل في الترجمة وفيه مصطلحات قليلة بالعربية. يعني أنني كنت نترجم هذه المقالات المتخصصة العلمية من اللغة الإنجليزية للعربية، وفاش كنت نترجم هذه المقالات العلمية راه فيهم اللي تنقول المقالات العلمية، يعني راه ماشي غير مقالات فيهم شي حاجة نظرية، وإنما مقالات ديال أمراض القلب وكيفاش يعني والأعراض ديال أمراض القلب، وأيضا تشخيص كيفاش تيكون، وهذا الشيء كامل من اللغة الإنجليزية للغة العربية. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا واش عنده شي علاقة بهذا الشيء ولا لا؟ عنده علاقة في واحد الشق ديال المصطلحات. يعني أنني فاش كنت نترجم هاد المقالات هادو من الإنجليزية للعربية، لقيت خصاص كبير في المصطلحات العلمية الدقيقة اللي عندها علاقة بعلوم القلب أو لا يعني أمراض القلب أو لا الفحوص اللي عندها علاقة بأمراض القلب في اللغة العربية. ولكن واش هاد الشيء تيعني أن العربية ما يمكنش مثلا ولا أي لغة ما يمكنش أنها تترجم هاد العلوم هادو؟ يعني إحنا نخليهم في اللغة الإنجليزية ما نترجموهمش للعربية، ما نترجموهمش للغات أخرى بحال مثلا اللغة الأمازيغية؟ لا. علاش؟ دابا هاد الشيء اللي غادي نشوفه في هاد الفيديو هذا. دابا من هادشي كامل علاش عطيتكم هاد المقدمة هادي اللي فيها الإنجليزية والعربية والأمراض القلب والترجمة وكذا، وهادي علاش عطيتها لكم؟ لأنها أصلا فيها واحد الظاهرة اللي كتسمى اللي أصلا تتكون مشكل بالنسبة للمترجمين، اللي هي the lack of equivalence، يعني غياب الكلمة المرادفة أو المكافئ في اللغة اللي كنترجموا لها. هذا الغياب هذا بطبيعة الحال ما غادي ندوزوش هذا المصطلح مثلا غير حيث ما كاينش عندنا في اللغة ديالنا، ولكن الناس المتخصصين ولا الباحثين في علوم ديال الترجمة ودراسات الترجمة اقترحوا بزاف ديال الحلول اللي باش نحلوا هذا المشكل ديال غياب الكلمات ولا المرادفات، بالخصوص ملي تنهضروا على المرادفات العلمية في اللغة الهدف اللي كنترجموا لها. هذه الحلول المقترحة من قبل المختصين في دراسات الترجمة ولا المختصين في علم المصطلحات اللي هضرنا عليه في الفيديو السابق اللي هو تيرمينولوجي ولا تيرمينوغرافي، هذه الحلول كما قلنا تختلف على حسب يعني الرغبة ديال المترجم. والحل الأول مثلا اللي غادي نهضروا عليه هو أننا نهزوا هذاك المصطلح العلمي ونحطوه كما هو، ولكن بشرط أننا غير نديروا ليه ما يسمى بالنقحرة، أي أننا نكتبوا الأصوات بحال مثلا تكنولوجيا ونخليوه هكا كما هو بالنطق ديالو، ولكن بحروف ديال اللغة الهدف. ولا مثلا نعطيه واحد الميزة أخرى، نعطيه مثلا الصيغة أو الميزان ديال اللغة الهدف، بحال مثلا في الإنجليزية عندنا تكنولوجيا، علاش ما نديروش لها مثلا تا تكنولوجيت في اللغة الأمازيغية بما أنه مؤنث؟ ولا نقدروا نخليوه مثلا في اللغة العربية كما هو تكنولوجيا، يعني تكنولوجيا كما كانوا كيتترجموا العلوم من اللغات اليونانية، تكنولوجيا، جيولوجيا، فيزيولوجيا مثلا بحال هكا. هذا هو الحل الأول اللي كيقترحوه البعض، وكيكون فعال بالخصوص مثلا اللي كنهضروا على مثلا على المواد الكيميائية ولا الصيغ الكيميائية اللي صعيب أنك تلقى لهم أصلا ترجمة في اللغة الهدف، وإنما غير تتخليهم كما هما.
الحل الآخر اللي اقترحوه الباحثين ولا المترجمين ولا الباحثين في علم ديال المصطلحات هو أننا نترجمو حرفيا هذاك الاسم ديال العلم مثلا ولا هذيك الكلمة اللي ما كايناش عندنا مثلا في اللغة الهدف. بحال مثلا تنقولوا في اللغة الفرنسية مثلا ديال المهم تنقولوا ايبيديميولوجي اللي هو تيعنيو به في العربية العرب مثلا ترجموا علم الأوبئة. المهم الفرنسيين عندهم هذيك لوجي وهذاك البريفكس اللي تيكون توا في الاول اللي تيعني الاوبئه وعندنا لوجي اللي تيعني علم يعني علم الاوبئه يعني ان العرب ترجموه حرفيا ما احتفظوش يعني ما داروش الابيديمولوجيا ولا شي حاجه بحال هكا وانما ترجموه حرفيا هذه التسميه ديال هذا العلم. ولكن اللغه الامازيغيه اشنو دارت؟ واش هزات هذا المصطلح هذا وحطته كما هو يعني ابيديمولوجي ولا ابيديمولوجيست ولا شوف كيفاش غادي تقولوا مثلا نتوما؟ لا حتى هي دارت نفس الشيء. كيفاش دارت؟ في الامازيغيه عندنا عندنا الكلمه ديال الوباء تنقولوا لها في الامازيغيه ابيور وعندنا في اللغه الامازيغيه تسنا هذاك الجدر اللي ولا اصلا بحال شكل ديال البريفكس تنديروه قبل العلم بحال مثلا عوض ما نقولوا تبيورت ولا شي حاجه تتسمى تسنا بيورت هي علم الاوبئه في اللغه الامازيغيه. هذيك تسنا بحال شكل ديال اللوجي اللي كتكون في الاخر ديال العلوم يعني اي كلمه تقريبا لقيتوها طويله شي شويه وفي البدايه ديالها تتبدا بتسنا راه هي علم ديال شي حاجه يعني علم ديال شي حاجه غير هو في الامازيغيه تنديروها في البدايه ومثلا في اللغات اللاتينيه تتكون في الاخر اللي هي تتكون غالبا لوجي. يعني في اللغه الامازيغيه تنقولوا تسن بيورت في اللغه العربيه تنقولوا علم الاوبئه. يعني كما قلت لكم اي كلمه طويله لقيتوها تتبدا بهذيك تسن هذاك البريفكس هذيك راه ماشي كلمه غير باش نتفهموا راه هي بريفكس هذيك يعني راه علم ديال شي حاجه تسن بيورت راه علم ديال شي حاجه. ولكن اشنو تيقولوا الامازيغ للعلم كلمات ديال العلم الا بينا نهضروا غير على علم بوحدو يعني ماشي هذاك الجدر ولا هذاك البريفكس اللي استخدمناه بحال شكل ديال ابريفياسيون ولا شي حاجه ولا بريفكس يعني هذا هو المصطلح الدقيق. اشنو تنقولوا للعلم باللغه الامازيغيه؟ في اللغه الامازيغيه تنقولوا اللغه الامازيغيه المعياريه علاش تنهضر دابا تنقولوا تمسنت. منين جاتنا هاد تمسنت هادي؟ واش يعني كاين شي ناس تيقولوا تمسنت مثلا في الطريق في الشارع ولا في السوق بهذا المعنى هذا ديال العلم؟ كنظن ما كاينش ولكن جات من فعل ولا من الجدر ديال السن. السن في اللغه الامازيغيه هي تتعني عارفه عالمه يعني تمسنت راه اصلا مشتقه يعني مصدر مشتق من الفعل ديال السن. السن تمسنت العالم أمسان يعني مذكر بادي بأ وتنتهي بأن اللي هي أصلا واحد الصيغة جدرية واحد الصيغة ديال واحد الوزن ديال يا إما الفعل ولا ديال اسم حرفة ديال واحد في ديال واحد يعني ولا اسم حرفة في اللغة الأمازيغية. يعني أصلا هذا الشيء كامل الجدر اللي مهم هو أنه راه كاين في اللغة الأمازيغية وخرجنا منه كما تنقولوا في العربية مثلا اسم الفاعل صيغة مبالغة المصدر وداك الشيء كامل راه هكا كيدرنا حتى في اللغة الأمازيغية. اسم الفعل تمسنت المصدر ولا التسمية ولا اسم الحرفة أمسان هو اسم ديال واحد الشخص اللي كيمارس تمسنت اللي هو العالم ولا المثقف ولا شي واحد عارف ولا عارف شي حاجة. نزيدو نعطيو مثال آخر مثلا بينا نترجمو العلوم الإنسانية للغة الأمازيغية أشنو غادي نقولو؟ العلوم الجمع ديالها هي تمسانين الإنسانية باش غنترجموها أشنو تتقول يعني اللغة الأمازيغية للإنسان تتقول ليه أفغان أشنا هي النسبة للأفغان بينا نقولوا مثلا إنساني في اللغة الأمازيغية البريفكس اللي كيدار باش نديروا به النسبة هي أن يعني فيما لقيتي شي كلمة تتبدأ تقريبا بأن راه هي نسبة إلى فلان. بحال مثلا أشنو غادي نقولوا العلوم الإنسانية غادي نسميها بكل بساطة تمسانين تنفغانين لانها في الجمع علوم انسانيه تمسانين تنفغانين يعني ما جبنا حتى شي حاجه من عندنا كل شيء درنا له ما يسمى بالاشتقاق اللغوي من الجذور ديال اللغه الامازيغيه. وهنا بطبيعه الحال غادي نكونوا جاوبنا على السؤال ديالنا ديال واش الاركام
اختار المصطلحات العلمية ولا الدقيقة من لا شيء ولا من العدم، لا وإنما هو أصلا داروا الاشتقاق. وللإشارة هذه هي الميزة اللي زوينة في المعاجم ديال الأركام المتخصصة اللي كاينين دابا، هو أنه تفضل طريقة ديال الاشتقاق على الطريقة ديال النقحرة. النقحرة كما قلنا هو نقل الأصوات، يعني تشد الكلمة وتتحطها كما كانت، ولكن في أغلب المصطلحات العلمية الدقيقة اللي كاينة في المعاجم ديال الأركام استخدم ما يسمى بالاشتقاق اللغوي. وفي الختام كنشكركم بزاف على المشاهده ديال هذا الفيديو، وكنعاود نفكر الناس اللي ما مشتركينش معنا في القناه اشتركوا في القناه ودعمونا بالتعليقات ديالكم والاراء ديالكم واللايكات ديالكم، وان شاء الله نشوفكم في شي فيديو اخر مع موضوع اخر.